هيرشيرد. حلو، حاليا انا المركز الرابع. اوكي، واحد هناك هيتشوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم علي العراقي، لعبة جديدة او تحديث جديد للعبة بولت سترايك. تتذكرون لعبة بولت سترايك اللي هي اول لعبة نزلت، قلنا عليها باتل جراوند قبل العاب بابجي اللي نزلت سابقا، بس رسوماتها كانت مو قوية، الجرافيكا مو قوية، يعني كانت لعبة عادية بالنسبة لهواي لاعبين. وبالنسبة للعبة بابجي، بولت سترايك كانت عبارة عن باتل جراوند بس تغيرت هواية، صارت بولت سنايبر او بولت سترايك سنايبر باتل جراوند. تغيرت، صار نمط اللعب مالتها مثل لعبة بابجي باتل جراوند. طبعا هنا الواجهة الرئيسية للعبة، عندك هواي قناصات ينفتحن بعدين، اللي هي الصور موجودة بالشوب. والله خلينا نشوف وين هن. ارسنال هنا، هذني هذا القناص الاول، تقدر تشتري هذا القناص ب40 قطعة، انا عندي 54. سكار لايت، هنا عندك البي اس جي وهو قناصات بيها، اس كي الاس كي اس اللي هي مثل الشتغان، هنا عندك همين الكار وهو قناصات بيها هواي. هذا رهيب. اللعبة صارت قناص، مجرد قناص، يعني قالوا باتل جراوند ما تفيدنا. يعني الصراحة بولت سترايك السابقا، صراحة لعبة بولت سترايك سابقا فشلت، يعني ما نجحت لين بابجي نزلت، قضت على باقي الالعاب باتل رويال. لا تقولي لي بابجي رقم واحد، ما عليكم فورتنايت، فورتنايت اسلوب ثاني، ماينكرافت وباتل جراوند خابطين سوا، وطالعت لكم فورتنايت تختلف بها السولو وبها الدو. الدو مكتوب عليها قريبا، اللي هي اللعبة البارحة نزلت على السوق بلاي، وصلني اشعارات البارحة نزلت. فاللعبة بعدها جديدة، هنا عندك قناصات، بعدين قناص هنا يفتحوهن يعني حسب الليفل، ليفل 11 ليفل 21 الى ليفل 41 اللي هو الليجند، 41 الى 54. تختار الاسم ونقول له ستارت. القناص مال لعبة بابجي بالضبط، بولت سترايك سنايبر باتل جراوند. خلينا نجرب اللعبة جيم بلاي واحد، وكل ما ينزل تحديث لها راح اسوي فيديوهات عليها. حاليا هذا الجرافيك مالتها مو قوي، بس اللعبة شفتها ممتعة، فاللي يريد يجربها راح يلقى الرابط مال اللعبة بالوصف. اوه، عبارة عن قناص. موت يا حلو. عبارة عن قناص وعلى اسلوب باتل رويال، هنا حاطي لك الاسماء على اليمين، لازم تدور على ده، اما تدور عن طريق السطح او ممات او عن طريق الضوء اللي يطلع بالسكوب اللي هو اللي يعكس مال اشعة الشمس. اوكي، روح هذا الثاني، ما اعرف شلون نزلت انا هنا، جيت هنا بالغلط. اللي يموت يمكن بعد ما يجي اتصور. هذا واحد هنا طبعا، ذاك هو موت، انضرب. اسحب. اللعبة ما بيها تدنج، بيها ركض سريع اللي هو دقيقة. بالله واحد هناك باني، وينه ذاك هو، لازم تتحرك لان ما بيها تدنج، وهاي ما بيها ركض سريع، فلازم تتحرك. ها هي فكرة اللعبة. يلا هذا الضوء طلع، دقنص يا معود. هيت شوت. عندك هنا تدوس هاي العلامة الأول وحدة اللي هي، شوف والله يمكن ما عندي، اللي هي يرجعك بالزمن يمكن 30 ثانية أو يخليك سريع، يمكن يرجعك بالزمن، جربتها مرة بس ما افتهمتها. الثانية هي اللي تحدد، الثالثة ما الطاقة، الرابعة ما اعرف شنو، والاخيره هي الطلقات اللي على اليمين، اقصى اليمين والاقصى اليسار اللي هي ما السرعه، بس مره اعطونيها ما اعرف شو، يمكن يرجع الزمن يخليك سريع. لازم تدور همينه فزوم مثل ما تشوفون مال باتل جراوند. طبعا هاي الاسطح كلها لاعبين اونلاين طبعا اللعبه، وراح تقدر تلعب ويا الصديق بعدين يضيفونا قريبا الدو. اكواد هناك، ضربته برجلي
بس كان الطاقة ما راحت من عندي، ما ادري هو فلت هذاك مين طلع علامة تعجب يعني ديبا عليك او اكو واحد هناك الصوت. ومن الدور هيك يشوف يمين ويسار راح اشوف الاسكوب انه بي الضوء مال انعكاس الشمس، ضوء الشمس. اوكي خايف هذا اللي يطلع لي يوقفني. فاللعبة لازم ما توقف، ما يعني تعتمد على الحركة، ما يصير توقف. طبعا هذا بعيد. اوكي خيارات بالسطح انه تقدر تروح يمين ويسار، يعني مطيك مجال شوية، ما مطيك هواي. كل لاعب ببيت، اكو واحد هناك ديبا علي. هيد شوت، حلو. حاليا انا يعني المركز الرابع. اوكي اكو واحد هناك. هيد شوت، ما حاطين علم العراق، ما اعرف ليش، مع انه اسرائيل حاط لها علم العراق، يعترفون باسرائيل يعني. اوكي اكو واحد هناك يدردم، اكو ضوء انعكاس هناك او بنفس هاي البناية، او هناك هناك واحد مين بعيدين. لا شوش علي هذا الفوق، هذا قريب احسن. هذا الهيد شوت. طيق الله الله، صرت مرتبة ثالثة. طبعا الطلقات هنا اصحاب. الجرافيك نفس الجرافيك مال بولت سترايك القديم، نفس الجرافيك تقريبا، بس سووا اللعبة يعني حولوها، سووا قناص عبارة عن قناص. طبعا اكو واحد هناك فلت. حاليا هذا الاسكوب الموجود، اوه اصابة قوية فلت. طاقة، عندي طاقة هاي ثلاثة. بسرعة بسرعة تقدر تقاتلهم من جوهم، تقدر تقاتلهم عادي، بس الجرافيك مالته ما راح يعجب هواي لاعبين. بس نأمل انه الجرافيك يزيد يصير احلى. لا فلت شوي، تحكمه فيطي. ايش تنتظر؟ ما تقول لي تحس جهال دي يلعبوها. روح مرتبة الأولى، مرتبة الأولى. على نادي الإسرائيلي وما أدري من هذولاك صرت المرتبة الأولى. إذا شباب هاي لعبة بولت سترايك باتل جراوند. طبعا وصلت ليفل 2، اعطاني حقيبة وهاي مال موقع ما اعرف شنو هاي، وطاقة وفلوس. اوكي بعدين هاي صار عندي 59 يعني 60 تقريبا. هنا هم يعني عندك الجوائز اليومية يعطوك اياها مين فلوس. حلو فهذا السولو تلعب اونلاين، بعدين يسوي لك الدو. الدو اللي هي انت اثنين، يعني انا ولاعب ضد هواي لاعبين، يعني كل سطح بي لاعبين. هذا يصير حلو. الجرافيك حاليا هذا اعلى شيء باللعبة، يعني هاي الجرافيك الهاي اذا اخليه له يمكن تطلع اسفت تطلع بعد انقس يعني. فها هي اللعبة شباب، فيديو بسيط بولت سترايك تغيرت صارت بولت سترايك باتل جراوند سنايبر، لما تلقى الناس فقط. اذا شباب اتمنى عجبكم الفيديو، وان شاء الله اذا تحسنت اللعبة راح نسوي فيديوهات عليها اكثر. اذا عجبتكم ننزل عليها بعد، اذا ما عجبتكم همين ما ننزل عليها بعد نلغيها. طقوا لايك والاشتراك للمزيد. كان معكم علي العراقي، والسلام عليكم.